عايزه اعمل بقى كمان مشاريب الرمضانيه الجميله جدا اللي هي الخروب والدوم. هجيب هنا الدوم فصص جاهز كده ماشي، عندنا اهو ده الدوم وده الخروب، افرده كده في الصينيه واروح جايبه سكر ارش عليه سكر كده وابدا ادخلهم الفرن. هنا بقى عندي كده ادي الخروب وادي الدوم اللي كانوا في الفرن وطلعوا.